السلام عليكم يوسف بن قابور، انت كممثل ديال جماعه النيف في اقليم تنغير في المهرجان ديال الورود في الدوره ديالو 52 هنا في الاروقه ديالو كتمثلوا الجماعه، بغيت اسيوس تقدر لنا بايجاز شنو المؤهلات اللي عندكم في النيف والجماعه ديالكم؟ انا بوجودي انا جيت سعيد بوجودي فدا المهرجان اللي هو كان بعد تشجيع وبعد القوه ديال التنظيم وحسن التنظيم. وغادي ننتقل انا كممثل ديال جماعه الف، انني مؤهلات اللي كاينه هي مؤهلات عندنا المقر ديال الجماعه واستحسان ديال لدى الراي العام في الف، انه تتأدي خدمات اللي سولتو الى خرجتو اعطيتو الميكرو على مستوى الخدمات اللي كنقدموها في الجماعه، غادي يعطي واحد استحسان اللي هو جميل. وكاينه عندنا بالنسبه عندنا مجموعه من الجمعيات كتخدم في عده مجالات، هناك فيما يخص الجمعيات النسويه والجمعيات ديال الجمعيات النسويه كتحاول انه تشجع تعطي واحد القيمه الاضافه للرجل. نعم ولما لا، لان كانت عندنا واحد الصوره اللي هي جد بالنسبه للمراه سلبيه للمراه في هذا التشجيعات الملكيه والتشجيعات ديال التنميه، انه حاولت المراه انها تساعد الرجل في جميع المجالات. وعندنا بالنسبه للمنتوجات عندنا اشجار النخيل واشجار اللوز والحنة، ولكن نظرا للمجموعه عندنا عده اكراهات اللي خلتنا انه من الاكراه الاول هو الجفاف وقله الماء، حتى اننا تنتجوا انه قله الماء ديال الشرب هذا جد، ولكن الاونه الاخيره عرفت واحد التساقطات مطريه غادي تنقدنا فيما يخص الصيف المقبل ان شاء الله. وبالنسبه بغيت تحدثنا بايجاز عن المشاكل اللي عندكم في المجال الصحي، نعم. في المجال التعليمي وفي المجال ديال البنيه التحتيه. نعم بالنسبه للمجال الصحي عندنا واحد مستوصف اللي في المركز، رغم ان هناك مستوصفات قرويه ولكن لا زال لا يرقى الى مستوى اللي بغينا. بالنسبه للمجال التعليمي يعني بالنسبه للمجال التعليمي هناك تشجيع على مستوى التعليم، نعم هناك مردوديه، هناك مشاركه للتلاميذ، هناك قراءة، نعم هناك استعدادات، نعم هناك تشجيع باش انه تخدموا. كاينه الجمعيات، انا راه تنشير هنا لان الجمعيات عندها دور جد فعال انها تحاول انها تشجع التلميذ انه يقوم بالدور ديالو في تقديم في باش انه تعطي واحد سمعه للاسره ديالو. انت سي يوسف، الجماعه ديالكم حكم التواجد ديالكم، انتم ما عندكمش مشاريع يعني اللي كتبرمجوا فيها دابا، ولا انتم تشتغلوا عليها بخصوص ديال الجماعه ديالكم اللي كتشتغلوا يعني في الاونه في هذا الوقت؟ نعم هناك عده مشاريع تنخدموها وعده مشاريع تنبرمجوها، وبرمجها من بين المشاريع اللي غادي تنفذ ان شاء الله هي نبنوا الاسوار على المدارس المؤسسات المدارسيه، وهناك بزاف ديال المشاريع غادي نقوم بهم ان شاء الله. شكرا. 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 شكرا.